السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالساعة فيكم في حلقة جديدة سيتي سكاي لاين. هالحلقة شوي يعني ميزة ويبالها تميز. ليش؟ لأن نحن راح نمتد لهني، وهذا المكان ما راح يكون عبارة عن مناسة وحفلات وبارتيز نفس باقي الأماكن، لا، هالمكان راح يكون مكان بترولي. رجع بترولي يعني لازم نسوي جسور، لازم نقع الدنيا، يعني لازم، لا ما نقع الدنيا زين، يعني لازم يكون المكان هذا يا أصدقائي. خلنا نسوي إيش وايد نازل نزل، إيش أرحم الناس يا أخي، الناس من أحبب نسوي هنا هكم كم 18 الدين يوازي واحد نفسه من هنا. هي هذا شكل نفس الشيء زين. هذا تعرف فكرة أظني أنا مسوي مثلاً، لا كم موجود كم موجود كم موجود استعملناه، بس نستعملناه ما سوينا نفسه. إنزين، المكان هذا راح يكون عبارة عن صناعية ضخمة، صناعات بترولية ودنيا وكذا وحركات وعرفون يعني ما أدري أقولكم صح. وبيستوي اليوم سوينا 18 نحن ننزل هني. ايش ماينس يا حبيبي عليك حبيبي العيد زين. هذا مبدئيا الجسر زين، مبدئيا تعرفون كالعادة بسوي تعديل، بسوي هالسوالف، بسوي نضبط الاوضاع يعني. هذا رايح، هذا راجع العالم الناس، هذا رايح الحين بنا وصلات. كرنيش الصناعية الأساسي عندنا راح يكون، ولا كرنيش البترول ولا تجارة ولا صناعة البترولية. طبعا أنا شفت فيه طلبات عندكم طاح منها وإن شاء الله راح نسويها وما راح نقصر فيهم بإذن الله. بحاول إنه ما أقصر صراحة يعني، إنه هي أحس شغلات شوي مهمة يعني مش شغلات عادية. أنا أفكر الحين أسوي باس حق الهاي واي بالضبط من وين؟ من وسط الجماعة هني. ليش؟ شغلتين، أول شيء القطار بايبة من تحت شكلي، أوكي، هنا هذا هايوي، أوكي، في نهاية اليوم راح يتوصل وين؟ الهايوي، راح يتوصل في نهاية، خلنا نضبطه، خلنا نضبطه، يا حبيبي، نضبطه هني. شبه مضبوط يعني مو مشكلة زين، كله رايح هذا كله راجع زين. في نهاية اليوم هذا راح يكون الهايوي، بيتوصل في هذا الهايوي من هذا الاتجاه وبيتوصل من الاتجاهات الثانية. نحن تعلمنا مع الوقت ان الهايوي شيء مهم ودائما لازم نعطيه أولوية ونعطيه اهتمام كبير. بس هني الشارع هذا بالذات شو راح يستوي؟ خلنا نوقف اللعبة. أن القطار ما بمر من النص، كانت الفكرة إني أخليه يمر من الوسط، بس تذكرت إن إحنا نزلنا الأرض كان الشكل وايد حلو، للحين عايبني وبمشي على المنهاج هذا لين الوضع يتغير. لكن هذا ممكن أحطيه هني، بس أوفر كل من الخاطر، بس بيخليني أتفادى زحمة خرافية، خاصة إن هذا يمكن يكون أصلاً كورنيش شو اسمه سكني. فبيكون في الوسط أحس بيكون معانا، حتى هذا بيكون نوعا ما غلطة، بس أظني أفضل اختيار لنا حاليا هذا. وأسوي له أبجريد من البداية مع مال السياكل، اللي هني بيسكنوا هني بيكون عندهم ميزة السياكل زين. سوري أوكي، جدا عادي شارع دخله وهذا عادي، زحمة عادية بتكون، أكيد بتكون فيها زحمة طيبة يعني، هني هذا شيء طبيعي أنا متوقع، بس بنحل في المستقبل يعني مش طبيعي. حلينا مشاكل عن أكبر من هذه وما وقفت على هذه ولا هذا الشكل، نوعا ما قبيح. مش خلنا نسوي حركة آخر مرة، خلي الناس اللي هي هني ظل هذا المكان، ظل
بس تدخل من هنا تلف اللي بيطلع مشكلته صح. خلنا نسوي عازل للصوت من هنا. لا من هنا طلع دايركت. هذا معناه الجسر لازم يبغى له تعديل من هذا الاتجاه. زين نكسر شوي نشوف كيف يركب الوضع. لا بعد يبغى له كسرة خفيفة. ايوه هاي شكله منطقي اكثر نوعا ما منطقي مش 100%. بس اللي نقدر نسويه هني اساس الواحد يبي ياخذ يوتيرن ما نبغى يتفلسف لان مش السيد السريع. لا نيب رامب هذا تو لين هاي واي هاي سيم دايركشن. زين بالنيبه هني شوفوا نتكلم لكم عن جسر دائري يكون نوعا ما بالطريقة هاي لان الحين مش ضابط 100%. لكن ممكن نسوي بالطريقة هاي وممكن نسوي بالطريقة هاي. خلينا نزله تشوف شو الميلان الحلو يكون. ايوه بعد ايه نايس. بس خلني اساس ما يسوي لي ازمة بعدين. شوفوا هذا الجسر شبه دايري. هنقطع عادي نحن عندنا التول مال التعديل اساسي شوي ميك سنس. يعني نسوي هني اربع شوارع اذا ان المفروض ما يكون في عندي مشكله. يعني صراحه يعني المفروض ما يكون. بس نحن اللي نبغى انه يكون في يوتير من تحت الجسر يرجع الناس على اساس ان الناس هاي ما تقعد تفلسف. والجسر اصلا فيه دوار اللي بياخذ يوتير ما يدور. اوكي وهذا بيكون متوصل وين في المدينه المستقبليه اللي راح تكون بالطريقه. اقدر اقول لكم انها ما راح تكون سيده اكيد. هاي ديزاينات السيده ودرناها من سنين. الطريقه هاي متوصله تقاطع شوي مش 100% بس بيكون حلو. الحين ترى ما حد يقدر يجي هالمكان هذا الا عن طريق هنا. اوه يا جماعة هاي مكان مطار صدقون. انا كنت ناسي من زمان ما سويت لنا الحلقات صح. ولدرجة اني نسيت ان هذا مفروض يكون المطار. يعني لهالكثر انا ناسي من كثر ما قاعد اشتغل هالكم يوم على الستب ناسي كل شيء. زين هذا هني هذا مش هني. لا خلنا نطلع من هذا الاتجاه. المطار بيكون حلقة الجاية بس اليوم خلي على الأغلب بتكون باكر. انزين الحين بنسوي الشاطي هذا كامل شو شارع أساسي حلو. وبنيب فتحات من الهاي واي على أساس إنها جسور. بس الفتحة اللي كانت عيبتني وين صار هذه أبغى أخليها هني عقب. ها أهم شيء إني ما أنسى عبنها أنا هاي. عنا هاي نفس الشيء. بس الحين اللي اقدر اسويه اني اسوي الفيري كلاسيك واي اللي هو اتصور هاي. بس احس ان هاي وايد عودة خلاص مفروض ما استعملها مكان. والله مفروض ما استعملها. تعرفون شو بسوي؟ بسوي شارع جانبي كل مكانه. شارع جانبي شارع الجانبي هذا نزل تحت الأرض نفس الشارع دوستي. هذا أنا عشوي وايد 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 نزل 13 14 15 16. هذا غلط مطبعي لحظة. هذا فوق الأرض. أوكي نزل نسوي ماينس 16 قلنا أساس ما يتخلط مع المترو مالنا. ماينس 16 بس كم تبون يعني؟ لحظة لحظة بس 16 بالطريقة هاي
بعدين مده بهاي الطريقه، بعدين بتطلعه فوق بهاي الطريقه. نفس الشيء يكون وين ملحوم هنا، بس الحين اللي ما سويته انا شو اعكس اتجاه اخص ايوه 200 200. هذا بعد بالعكس، هذا بالعكس سنه. انزين الحين صار عندنا، بس لحظه لحظه، هذا ما خلنا نشغل اللعبه عشان باذن الله المطار يكون الحلقه الجايه ان شاء الله عيل. شوفوا هذا الدخول والخروج ونفق في نفس الوقت، هذا وين يمر للي يدخل المدينه من وين؟ من هني بالضبط. لا يخدم اللي يدخلون المدينة، وبسوي واحد نفسه قدام اللي يخرجون من المدينة. اتصور ان دوار دوار بس من غير ما يكون دوار، يعني باختصار هذا دوار من غير ما يكون دوار. كيف لا تسألون؟ هذه الفكرة الحالية، اذا حصلت لها تعديل احد فيكم عنده اعتراض بقوة خبرني عنها. شوي نوعا ما احس الافكار الجديده زينه، الافكار الجديده تكون حلوه الصراحه، افكار وايد حلوه ممكن ان نطبقها بشكل جميل. يعني هاي ما بظهر كذا يعني قريب، خلنا نقصر عيل. اوكي نوعا ما جيد، بعدل الحين شوف. اوكي هذا فوق الاقطار يمر. مش نوعا انزين اللي بيطلع نقدر نسوي له دربين، يا يعني ان نسوي له هني نفس هذيك الحركة، او نحط هني دوار واللي هو فكرة سيئة احسه، او نقدر نسوي كوبي بيست حق هذا. كوبي بيست هذا شله اصلا بداية بيست ما يصير كوبي بيست. احس بالعكس احلى بيكون حق الخط عكس اتجاه هذاك. شوفوا ترى هو اللي بيفرق بينهم بس يعني كخروج ودخول. لا ما ينفع غير ترى. خلنا نحطيه عبر اي الشارع اللي هنا هذا بسوي له ديليت بس. اوكي الحين بوصله شارع لحظة سيدي وين تمام بهذه الطريقة. هاي ما اقدر، لازم يكون اوسع المكان. مش مشكلة خلنا نسويه كله حق صناعة البترول. طبعا كثير صوت يقول لا تقطع هالسوالف، بس مو مشكلة. انزين الحين نحن نفس الشيء، بس تغطى اللي تحت الارض. نحن شنو بنسوي فيه؟ نبغى نيبه مستدير طلع من هني هني في الوسط، بس نركبه فقط لا غير. ويكون عندنا درب الدخول هو، بس انا احس انه لازم
هذا بيكون دخول وخروج، احس انه ما بيكون مجرد دخول. ايه احس لازم يكون دخول وخروج، ما ينفع مجرد دخول. هالشكل شارع مرات ينشب حق واحد نوعا ما اوكي، مع انه مش مقتنع 100%، واحس بالعكس لازم يكون. بس بتشوف كيف زحمة الشارع تمشي. اذا زحمة الشارع مش اوكي بغير المخطط نوعا ما، بسوي تعديلات عليه، تعديلات حلوة بعدين يعني. بننزل الشارع هنا، خلنا حق اختار النزلة. اذا نزلناه هنا نقدر نجيب شارع انت خلاص منه. زين اللي هو يكون هاي او طريقة بعد يبالي نزل الشارع. لا لا بعد يبالي تنزيل. اوكي نزل شوي. شوفوا هني هاي يمكن اصعب شيء عندي انا في مجال شو اسمه، اني احاول اجيب شارع يناسب تضاريس هاي. مش هين وايد ترى، مش وايد هين يعني، يبال شوية حبة شغل، يبال حبة شغل حبتين يمكن بعد حبة. يعني هني لازم انتو تركزون شو تسوون، لان هني اذا انت تبني الحينة اساس الفعل حتى يعني هذا لازم خروج. اوكي الحين منطقة خروج استوت، عندنا يوتيرنين اصلا، اللي يبغى ياخذ يوتير نصب الثاني يروح، اللي ما يبغى ياخذ يوتير شو يسوي؟ غصبا عنه ينزل يوتير. اوكي هذا موضوع صعب. ياخذ يوتير هالشارع بيجي هني، ما يروم يدخل ما يروم يرجع، مو بشارع دائري 100%. خلنا نسوي تفرع غيره المرة. ليش ما اسوي حق اللي يبي يطلع درب ثاني تماما اصلا؟ خلني ابني شيء. اول شيء خلني ابني شيء هني، هني بسوي محطة قطار. طبعا تعرفون ليش، ما له داعي اقول لكم صح؟ خلني اجيب لهم كهرباء. اول شيء كهرباء بناخذ المؤقت، حلول المؤقت، نسوي لنا اربع باركنات في الوسط، نحط عندهم حطة قطار تين ستيشن عادية، نسوي لهم كارغو ترمينال تريشن هني، ندخل لها الصوب هذا وين بيدخل نفس المكان. حاليا نوعا ما انا بمشي، انا بمشي والله حليوة طلعت، صدقون حليوة طلعت. لا لازم ارفع عشان ترين ما يبين تعبه. نشوف بعدين باقي انزل. لا الماي لازم اني بعد ما مو بال ترجع انا بسحب عليهم. انزل هذا الماي بنحط
زين هاي قطارين الحين بيكونوا شغالين 200 200 المفروض، لكن اللي بيلعبوننا الحين غير مصدر الكهرباء اللي هو مشكلة تحت الأرض ما يستوي هنا، ليه ما يستوي؟ لازم هذا سو جنب جنب الجسر أحسس أوكي، بس يبغى أوصله بطريقة يبين إنه موصل، يعني مش بس عمده مع جوجل على الفاضي، هو شكله قبيح بالطريقة هاي. إنزين خلينا نبدأ صناعة البترولية، شو رأيكم؟ خلينا نسوي زوم أكبر فرشاة. لحظة اندستري اوه صناعات فول هي بتكون، هذا بترول اوكي الا صناعات، حتى هنا في فورستري مال الاشجار هني اوكي، بسوي صناعة غابات نكست للي بعده بالاحرى، يعني اللي بعده بيكون صناعة غابات. خلونا نمد شارعين رئيسيين على المنطقة على أساس إنه إنه أنا ما عيبني الشارع اللي هناك ترى، مش مشكلة هذا خليه يكون في الوسط. آه أوكي يقول لك غلطة الشاطر بألف، هذه غلطة لا تغتفر على قولتهم. طبعا القطار ترى على فكرة الحين أحس من أهم الشغلات عندي القطار، وايد 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 مهم القطار، فلا يمكن إني الحين أسوي مدينة بدون ما أبدأ فيها قطار، لأنه معتمد على القطار يشل زحمة كبيرة وايد، وإذا شليت ما شليت الزحمة هاي بيستوي عندنا أزمة تزاحم، هنا بيستوي عندنا أزمة نوعا ما عن الداخل والخارج، حتى إحنا بس في حد يمشي أسرع هني يسار مال الترافيك هذا، ما في حد قاعد يمشي هنا. ولا حد يبي هنا، يمكن يبون يشتغلون في القطار هنا ما اعرف، بس في كل الاحوال بنحتاج جسر ومن ذاك المكان لهالمكان لانه تعرفون. انزين خلينا نحط لنا اويل اندستري من بلدنج، خلينا نحط لنا مبنى الاداره والمبنى الاداره عادي اروح احطها هاي مكانها، مبنى الاداره يكون هنا. واه نحن خلنا نبدل هذا لنا خليه يولي هندق سكيب. انزين سمول اويل بومب، سمول كرود اويل تانك فارم، اويل فلرايزر بلانت اوكي، انا هذا نحطي حق اغراض حق التصنيع. طبعا هني ما عندنا نحن هذا، اذا كان الهدف اني احطي مال البحر بس لحظة البحري البحري لازم ما عندنا بتر ثانية في المنطقة صح؟ اوكي انترستنج، يعني هذا محتاج كرود اويل تانك فار. اوكي خلنا نسوي شوارع صناعية، صبر هنا البترول هذا بنشغله، انا ابى اشوف اذا يشتغل على الاستيراد والتصدير حاليا، وشوف اذا اشتغل على الاستيراد والتصدير معناه المشروع ممتاز، بس إذا ما اشتغل على الاستيراد والتصدير بتكون غلطة خسرتني فلوس كمية طيبة يعني فلوس. خلنا نحطيها هاي إن شاء الله المساحة تكفي. الحين أنا قاعد أعطي تقديرياً على تقديرياً مالي خذلني تقدير تعبان والله العادة أضبطه يعني هالمرة. خلنا نسوي شارع السيدة خضر الشارع مايل شوي، بس نحن نحط لنا ورا الإدارة تانك أويل تانك فارم. زين خلينا نحط لهم باركنات كهرباء، لحظة باركنات 4 5 قدامهم، نحط باركن هني، نحط لهم باركنات هني، كيف بنحط لهم ماي طبعا ساحب عليهم في المويه، ما اكون خليل ما سحبت على المدينه مويه صح. انزين الحين نرجع صناعه البتروليه، انا ما اعرف لاي مدى نحن نقدر نصنع
صناعات بترولية. بصراحة 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 أنا مش عارف يعني أي مدى نحط مبنى الإدارة ونسوي الطريقة هاي، ما عندنا مشكلة. بس الحين كاستيراد وتصدير إنزين، ولا كأمور ثانية، أنا بعتمد على شو؟ على الصناعة البترولية البحرية. لكن في الوضع الراهن هذا خلنا نسوي لنا شو قطار هني، نقدر نجيب هذا هني، إيه نقدر نجيب هذا هني بالطريقة هاي. أنا آسف في الآثار، أعرف في حد بيحتشر علي على الآثار، أنا آسف مقدما، أنا آسف، لكن مرات لازم نسوي شغلات لا تسر الناس ولا لا تسرني أنا بعد يعني. بس شو أسوي يعني، محتاج القطار هذا يمر على الجميع، قول على جميع الموجودين إن صح التعبير، زين بدون أي مشاكل. أنا كأني توي كأني 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 مسحت قطار عن وجود، صح؟ سويت حركة مسحت عن وجود، أوكي مو مشكلة عادي. كان إنسان طيب لكن يعني، وهكذا يعني، كان إنسان محترم. إنزين الحين بسوي شارع صناعية، هذا شارع صناعية أربع شوارع. شوفوا هني الفكرة، هني بتكون في صناعية بسيطة لازم، إنزين أبا في نفس الوقت يوصل له كل شيء، كل شيء نفسه الشرطة وربعه، يعني ما أبا يكون بدون إمدادات شرطة، لكن في نفس الوقت ما أبا الزحمة ترتكز بشكل أساسي على المكان هذا. أوكي بالطريقة هاي صناعية، لا لا هني ما بحط يسوي لي زحمة. أوكي إذا بيكون في صناعية بيكون في صناعية عادية، يعني مو بيكون في مواضيع مش طبيعية، يعني واحد اثنين ثلاث باركنات هني، حط واحد هني شكله زين، شكل جيد جدا يعني، ما عندنا مشكلة. وايد ماي خلنا نمد ماي حق، طبعا غريبة المرة مديت ماي حقهم. انزين هنرجع الصناعات البترولية، ليش أنا جالس أسوي هذا الشيء؟ تعرفون ليش أسوي هالشيء؟ على أساس ان اول ما نبدا في الحركه هنا ونبدا تجاره على طول يبدا كل شيء يتحرك، ما نحتاج ان نتريف فترات جدا طويله. وهني راح اسوي مينا صغيرون، مينا للبشر، هذا ما راح يكون، هذا هاربر. الهاربر عباره عن شيء للناس، خلي الناس مكان حلو، فيه مكان حلو، ما بقى عند الصناعيه، لا ابقى في الوسط قريب القطار، قريب القطار، هي قريب القطار هنا وايد زين. بنحطي له شوارع طيبة، يعني الأساس نسوي له، لا بس هذا شارع حشيش، ناس رايحة رادة فحرام يعني. زين نسوي له شارع بطريقة هاي الطريقة، لها هذا حق الزحمة أكيد أكيد، هنا بتستوي زحمة 200% بتستوي زحمة، فأببعدهم عن الشارع اللي راح يشبكهم في الشكل الأساسي ترين ستيشن. لحظة صبر، هذا خلنا نحرك هني، خلنا نحرك هني، خلنا نحرك هني، بعد حب تعرفون ليش هذا، خلنا نحرك هني. كهرباء فصلت؟ لا ما فصلت. زين نحط الشارع في الوسط، وين الخط السيدة؟ هذا زين في الوسط بيمر لين هني، راح يوصلهم في بعض الطرق بشكل أساسي. لكن شو واحد شارع في شارع شوي أضخم من اللي ممكن نحتاجه، مع أن تقاطع رباعي أظن بغلطة نوعا ما، نوعا ما بيكون غلطة. زين خلنا نسوي بالطريقة هاي. أوكي وعندنا هني بني بعد باركنين ثلاثة، يعني في الوسط بيكون مالتكاسي ولا باصات ولا ما اعرف، بسوي شيء من هالقبيل حكم. لكن هذا زين، الحين بيمدنا بكهرباء طيبه حق المدينه لين كلهم يتوصلون في بعض، لان احنا قاعدين بوصلهم في بعض اصلا حاليا، كل الاحوال راح يتوصلون في بعض يعني. انزين حطينا نحن التناكي، زين نبى نحط الحين، انزين اي سيرت بروسبكت اويل اند بروسس انتو بتروليوم ذس بروسس بيلدينج رو تو برودوس سبيشال جود. انزين الحين هذا اللي يقول لك اياه ان هذا
زين شو بينتج لنا منتجات من وراء البترول حلو، بس مقابل شو يكون في انتاج بترول. الحين انا مستوعب هالكلام ما عندي مشكله، بس شو ابغى اعرف هل نحن نقدر نستورد بترول ولا ما نقدر؟ اذا نقدر نستورد بترول بيكون شيء حلو، بس الحين المشكله انا ما اعرف اذا نقدر نستورد ولا لا. واذا المشروع كبر فاشل نقدر نلغيه ترى، لان الحين نحن ما نقدر حتى لو نحط هذا هنا ما في بترول ترى في الارض اصلا الا اذا ننتج بترول هنا. بس اتصور المفروض نقدر نستورد. خلنا هنا نسوي منطقه سكنيه مالهم، لحظه منطقه سكنيه هنا شارع وايد عود اظن احسن خليه يتحمل. لحظه سوري تعال انت، هل انا باي يتحمل زحمه اصلا؟ زحمه طيبه يعني باي يتحمل زحمه طيبه زين. نباهني الشغل فرجان شوي شكله احس اشوف ايه حليو الشكل. بنبعد حبه هذا كيف شكله فنان والله حليو شكله، ممكن الناس تسكن فيه هني بشكل طيب. خلنا نحط هني بيوت الناس اللي بتداوم هني كله عماير بترول منطقه ضغط، مش منطقه راحه، منطقه ضغط بشكل عام. نحط تكاكين هني حق الناس اللي تجي من برا. طبعا ها بيكون لهم شارع دايركت للمطار، اسوي المطار هني مسوي لهم شارع مباشر للمطار، والمدن كلها بتتوصل من كل صوب بالمطار. يعني المطار هذا يمكن حاطين مطارين اصلا. اوه مشروع المطار راح يكون شيء كبير ترى، ما راح يكون شيء صغير. البترول كهرباء وصلت له وايد حلو، كهرباء وصلت لهم واللي هو شيء رائع. الحين احنا بكهرباء حول. لكن اذا ما وصلنا هني للاستيراد انا ما اعرف هل هو ممكن يستورد ولا مش ممكن يستورد. انا هذا الشيء الوحيد اللي خلاني اتهور، ان انا اتوقع انهم ممكن نستورد. اوكي انا اظني هذا ما راح يستورد لاي شيء. مين بيلدينج الى اخره عادي ترى. اذا اصلا مشروع البترول الحين مش المشروع الوحيد القائم، لان عندنا مشروع ثاني اللي هو اصلا مشروع الغابات اصلا بشكل عام. الغابات بعد نحن بنينا في الغابات مزارع، خلنا نسوي مزارع صبر ما ينفع العشوائي اسوي. انا احس ان في شوي عشوائيه في شغلي زين. هذه كلها مزارع تنفع، فاذا اسوي مزارع يعني اوصلها بالمدينه من الصوبين بجسر بروحه ويكون بعد شيء حلو. بس الحين ممكن اللي نسوي اني بلنا البترول اللي هني اوكي، بس هني المنطقة ترى سكنية ما يستوي ما يحصلش معانا. انا والله تمنيت انه يستورد بترول الصراحة، انا تمنيت انه بيستورد بترول، لكن عدم استيراد البترول راح يسوي لنا مشكلة. راح نحول المشروع هني من مشروع بترولي الى مشروع غابات في الوسط. سوري من يسار عندنا مشروع غابات هني زين، ومشروع الغابات راح يمتد على فكرة. والبترول هني والغابات المستقبل، ها كلها راح تكون مشاريع بترول وغابات. هني ما راح اسوي صناعة انا حتى لو انها بحرية يعني ما راح اسوي، لان قبل المنطقة هايج. انزين خلينا نحط لنا صناعة الغابات. ما اعرف شو يسوون بالضبط الصراحة، ما اعرف. خلينا نسوي المبنى الاساسي مالهم هني والله مكانا مع الكورنيش. ما شاء الله الكورنيش اوكي حلو. اوكي نقدر نزرع شير سومل لونجيات، نقدر نسوي زراعة الشير هني زين. بس شغل هني في مجموعة شير حلوة على الشارع. اظن صناعة الغابات ما فيها تلوث اصلا بشكل عام، لما اذكر ان الغابات ما كان يسوي تلوث، لكن احتياط واجب ما بلزقهم في السكان. خلنا نسوي هاي انزين، ونجيب بس الغابات الحاليه انزين، ونجيب لنا اللي هو سول مل المنجره قلت لنا مات وين مو لونج يار. اوكي
لوك يارد هذا وين ان احنا ناخذ الزرع نقعد نحفظ سامانا فيه. خلنا نزيد الزرع شوي زين اي يستوي وايد حلو شوف كمنطقة حلوة بس خلاص ما يبغى شيء ثاني يعني شبه موفرنا بس يبغالنا شو يبغالنا مستودعات المستودع وير هاوس صغير لا ما ابغى ابغى وسط الوسط كان احس يركب هني ما بيركب خلاص بنحط الصغير هذا يركب بخص ابغى شارع داخلي هني ما يسوي زحمة برا لو زحمة هني ما بفتك انا سنة قدام كنا نسوي هنا بس هنا شريان يعتبر اساسي فخلنا نسويه انا هالشارع المايل ترى نكبني ابى اسوي مكان تشوف هني اوريدي زحمة فاذا انا سويته هني راح اوهق نفسي فخليني احط هذا هذا ما المفروض انه ما يسوي الزحمة اللي هي زحمة يعني شل هذا تماما نسوي له ديليت ليس ونحطين له مخزن ثاني هذا يركب ما يركب اكيد ما يركب ابغى يركب هو يركب اثنين هني وين الثاني مالنا صديقنا انا حطيته واحد صح بس ما حطيته حطيت واحد انا ما حطيت انزين هذا شو نسوي خليه بالانس خليه انيمال مش بتروليوم وين يونيك فورستري برودكتس اوكي مواضيع التشجير هني بعد يونيك فورستري برودكتس فاكتوري برودكتس اخره هذا فورستري واحد فاكتوري صح ايوه اوكي على اساس ان هاي اللي ينتجون الحين بيهم خشب في كل الاحوال لازم بيهم خشب شنو خشب هني يعقونه في الستور بيسوون لوك شوفوا قاعد ينتجون الحين شوي 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 قاعد ينتجون ونبدا الانتاج انزين لو انا الحين اضيف ستور وير هاوس اوكي هذا ما في له ستور صح ما يسوي امبورت صح ستورج مود في الامبتي في عندي بترول اوكي في بترول في بترول يعني انا استورد الحين صح اذا انا استورد هذا شيء رائع ترى انا هذا كنت بعرف اوكي هذا اللي يشل الاويل ويسوي بترول فخلونا صبر صبر خلنا نلزقه في وين في الستورج كله في الشارع الداخلي نفسه على اساس يكون قريب من بعض اوكي ف شوفوا الحين هاي قاعد يستوردون يبوننا من برا على المدينه اوكي يعني يستوي اللي انا ببالي بنبدا ننتج اوكي وايد 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 اوكي لان هذا معناه نحن كمنطقة بترولية هني ممكن نلبل وإذا لبلنا ممكن نوصل إلى اللبل اللي هو شوفوا دريلينج ريج نقدر نحفر تحت الماي حق بترول أنا بشوفه هاي شوفه حتى مال المعادن تحت الماي بشوف بس إني أنا آخذ ما تخيلت في يوم من الأيام في سكايلين آخذ بحر كامل حق صناعاته يعني حسب شي قاعد أمشي على الكورنيش يعني وايد تطورت اللعبة الصراحة هاي ليفل كم يبا؟ ليفل 2 دريلينج ريج يمكن مش مال البحر اوفشور ليفل 5 يا حبيبي ها معناه يبالي مداخل مخارج اكثر صح؟ لاست ويك انزين الحين يبالنا شوي خدمات اساسية هني وين قلت لكم بنسوي صناعية اللي هي محتاجين خدمة المام الله يعزكم اللي هي هاي بنحرق قد ما نقدر وبنجمع تجميع انزين هذا خلنا ننزل شوي عيبتني الشغلة انا هاي انزل قطار ترى احس ان القطار الاول كان عبء علي ما ادري كيف ما فكرت في الفكرة قبل الحين فكرت فيها الصراحة احس اني ارتحت نفسيا والله نفسيا ارتحت هلا نسوي شارع خلي الشارع العود فار وايد فوق ترى
لا 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 وايد اوكي، لا وايد اوكي. هني اوكي، هني شوي فوق صار يبغى انزله، اشوف هني هني بعد اوكي، هذا زين. شروع عندنا النزله يعني، لحظه اكس اس 3 احبه زيرو. شوفوا شو عندنا، شارع هني وشارع هني، والحين يبالنا الشارع هني، بالي ارفع الشارع هذا شوية شوي لان على البحر، خليني ارفع ها مش شوية، هذا وايد ترى القطار يطلع من وسط هاي لين اخر الدنيا، واللي هو شيء حلو ترى. بتشوفون الحين في النهار يوم بيجي بنشوف، انا بالنسبه لي اشوف شكل حلو يعني صراحه. اخس ايش ايش فيه، انزل لنا وصلتين، لنا وصلتين بس. اوكي 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 تعدل نوعا ما، تعدل بس يبالي ارفع مهني شوي لحظه، يبين انه عدل يعني. يعني اوكي سنته حلوه، سنته حلوه. انتو تعالوا لوثوا البحر، حرام لوث هذا مكان والله، بس لا لازم بلوث البحر لان اصلا في كل الاحوال مجبور اني احب هذا كمباني بالطريقة هاي. مع انك تناوي على مواصلات، اقدر اسوي مواصلات داخلية هني برايح عادي، اقدر الحين هذا بيحل مشكلة الله يعزكم الزبالة ترمتو، ونبغى نحل مشكلة الشرطة اللي هي بتكون الشرطة والخدمات. ابى احطيها وين، ما بيوصل هني، هني مو مشكلة بحط له مركز شرطة واحد هني، نحط المطافي الكبير هني هي صناعية ما بمزح وياها، ونحطي مستشفى العود جنبهم، العود ما يستوي جنبهم طبعا اكيد، ليش بيستوي جنبهم، خلي مستشفى العود هنا اصلا حلو شكل على البحر، بس مال الزباين اللي يوصل هنا اذا ما يستوي لازم اغير الشارع الصراحة، اسوي اتجاهين اريح لي من الصدع هاي كلها، وبنسوي صناعية صغيرة هنا على الطار اللي جاي على اساس يستفيدون منهم اصلا في كل الاحوال، في ماي ماي هني، وهاي اللي بيحرقون كل شيء زياده يعني ويستعملون. يعني المكان بشكل عام مرتب بشكل عطاير يعني، ابي انتج ما عليك، بس من النهايه الجماعه ينتجون الدر بيتش فاير، هذا شو يسوي؟ في كذا نوع والله ما اعرف شو يسوي، كذا نوع بيتش 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 كم اثنين الدر اثنين فاير اثنين بيتش، خلهم ينتجون خلهم يعني بينترسف، بس برايي عادي ما عندنا مشكلة. بس بما ان هذا عندنا قاعد ينتج، شوفوا البترول عندنا قاعد ينتج قاعد نستورد، انا هذا المطلوب عندي الحين لان قاعد امشي وراح يرتفع الصناعة البترولية. وهنا عندنا قاعد ينتجون لو انه بطيء مش مشكلة، شوف البطء مش مشكلة، المشكلة الكبرى عدم التحرك ابدا. انزين على قولتهم ما تصل متأخرا أفضل من لا تصل أبدا. إنزين الحين هذا شارع تحت، شوفوا شوفوا أحلى، شوفوا خطفة هني تحت شو اسمه هذه يستوي، هذا خلونا ايوه الحين بالناشر شكلها احلى هاي، ولان في هي في ارض يعني اوريدي لاحمينه، كنا لاحمينه في المينا نحن، والمينا هذا شغال ترى على فكره، لان ظني هذا
كرايم ريت از هاي. زين تعرفون شو بنسوي؟ نكسر الموضوع هذا بس معي كل شيء يوصل يعني الشرطة يوصلوا يعني ما عندهم عذر. ما وصل الشرطة لهنا ويرهم بنوظف غيرهم عليه يمكن ما يكفون واحد بالمئة فل واحد بالمئة فل بنسوي إعادة تدوير بعد هنا اثنين يكون عندنا إعادة تدوير ترى يزيد سعادة الناس ترى على فكرة المعلومة. أوكي نشوف شكل الخضار شكل الشارع يعني بيكون عندنا غابة مزارع احتمال احتمال لا يعتمد أنا كيف أسوي الموضوع احتمال حتى هذا أسوي كله مزارع هني وأشبكهم في بعض كصناعات في خضارات داخلية يعني لازم يكون بيننا شبكة خضارات داخلية يعني هذا الخضار مشبوك بباقي المدن أنا حتى أول حيا حبيبي الزحمة هني كيف الزحمة كيف إنزين الحين اللي بنسويه نحن نبغى نجيب خضار من هني هذا الحين بما او انه كنت مفكر فيها يعني عرفتوا النصب هذا اوكي هذا موضوعك يعني هاي سوالفك النبغى نيب سكر اوكي هنا شيء مكان مرتفع اسرع يعني هو بيكون وايد فنان اذا ضبط يعني اللي ببالي وايد اوكي هذا ينهدم زاوية لا ما ينهدم زين ليش ما اسوي لحظة طريقة وين صار هذه انا ابغى 9 صح ايوه عشرة هنا بنفس الطريقة زين نيبة تحت الأرض 14 خلي الشارع غير عنا 14 وين وصل الخطار هذا وصل هني تحت المدينة هاي دين وبنيب هذا هني دين هني شوفوا في الحين الزحمة خلينا نشوف المفروض بس دربها شغال ترى ما عندنا مشكلة على أساس لو اختارات يبون يكملون دربهم يقدرون يكملون دربهم طبعا نقدر نسوي بعدين تحويله ولا غيره ولا غيره أصلا هني الشارع أحمر بكبره أصلا هني الشارع بكبره أحمر سكة الاختار شوي سكة الاختار ترى موضوع يتعبه المعلومة يعني مهما إلا إذا سويته بعدين توسعنا واستوى دائري داخل المدينة بيتموا يدرون على نفسهم سوينا شبكة حلوة هو دائما إذا كان في خطوط بديلة للخط اللي موجود يكون وايد أوكي هذا شو فيه هنا أوكي هذا هاربر وهني الشاطئ والله ما تبهت أن الشاطئ في الليل تصدقون في زين الحين البترول عندنا صناعات البترولية نبغى نزيدها نحن شوي لأن نحن عندنا صناعات نزيدهم حبة هاي ليش أخضر هذا ليش أحمر ولا بس شكل هذا ولا لأن في يعني بترول وهذا ما في بترول ما في إنتاج وهي فيهم إنتاج هذا موضوع ثاني موضوع ثاني والله هو يمشي بس وايد بطيء الصراحة وايد بطيء بالزيادة بطيء جدا 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 وانت شو اخبارك
هذا اوكي نوعا ما الحين بيتقدم. الحين بما نستوى نهار خلنا نشوف نسوي لنا سومل. الشارع هذا لا هنيزي نسوي لنا سومل زيادة يقصلنا يسوي لنا اللي هو الالواح وهذا حق الصناعات الداخلية. وهكذا ترى بيروح شوفوا شكل المكان كيف الواح مقطع حلو والله تصدقون. اسمعوا صوت المشار اسمعوا مزعج لا يزيد الخشب يزيد الشي اسمه. عندنا انواع هذا بعد بيشتغل بعد شوية بيكون حلو يعني. خلنا شوف 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 يبغى خشب محلاهم الله احلاهم. واحد بيصير يسار واحد بيروح يمين اظن حد بيجي هنا اظن. شوف ايه لف يمين اخر شيء اوف خيبه. انا اقول ليش يسوون زحمه صدق ما يعرفون يسوقون صح فعلا فعلا يعني فعلا فعلا انا الحين امنت انهم ما يعرفون يسوقون. الحين بالنسبه لنا نحن نتري الصناعه البتروليه ونتري باقي الصناعات. الصناعه البتروليه بتطول ترى فنحن بنسوي هني زراعه على الاغلب سكن بس نبان مطار. خلينا نسوي المطار مره واحده خلي الحلقه طويله شوي. خلينا نسوي مطار ابتدائي. اهل المطار لا تعتبرونه مطار اساسي ولا تعتبرونه حلقه بالنسبه لي انا يعني اتكلم لكم عني. انا ارفع هذا فوق اليوم بخلي حلقه شوي طويله بزياده. نحطين مطار أولي زين وسوينا خطا هني بيسوي أبو الزحمة زين. بسوي له مطار هني بسوي له شوارع داخلية حق المطار يا أصدقائي. طرع حشيش طرعين هني حق المطار. خلنا نحطين له مطار نحط هني على البحر بعيد عن الزحمة. نقدر نحط المطار داخل ترى أن شوية تعت المساحة يمدينا أحطيه داخل بس لا ما أحطيه داخل أحسن. وين بحط القطار وهالسوالف؟ بعدين برد بلف بسوي شارع ثاني بحطي مطار ثاني هني بحطي مطار ثالث هني. شوفون ممكن أريد أن أحطي مطارين ترى أنا متوقع زحمة أوكي خلنا نحطي مطارين. خلنا نوصل كهرباء بس زين. هاي كبداية مطارين على طول ما في واحد ثاني. خلنا نحط لهم ماي بس يبون ماي 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 حق المنطقة كامل. برتب ترتيب على الطاير على الطاير زين اللي هو في المطار نفسه. احنا عندنا نحتاج كارغو ايربورت هذا جديد. كارغو ايربورت واو لحظة خلنا نمسح هذا. واو ما ادري عندنا كارغو ايربورت هذا في اللي طار هذا ينزل بضايع وايد اوكي بس بيسوي وايد زحمة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يعني اعطى كهرباء ليش يعني انت ليش تطوي غيرك يعني كان يعطي كهرباء دفع كهرباء من عندك انت دخل فلوسهم. بس عندنا مطار عندنا مطار نحن الحين عندنا مطار بس خلينا نحط له تاكسي. طبعا هاي مش حلقه المطارات هذا بس بشكل اساسي نشوف المطار بس نشوف. واكتشفت الكارغو ايربورت واحد اثنين واحد واحد اربعه حتى كارغو اظن بيو الناس يعني اكيد يبان اتصور على الاغلب. شاحنات هاي نزل سامان مطار يعني اروح احطه كل مكان اخفف زحمه بعد زياده. ايوه ايوه لا بسوي ترى كذا مطار لازم اسوي مطار هني ولازم مطار هني ولازم يكون عندنا مطار قريب المينا يعني بيكون عندنا لازم مجموعة مطارات يعني ما ينفع اخلي الزحمة كل المدن تنزل الزحمة في مكان واحد لان احنا هاي مشكلتنا قبل انا اسوي شو اسوي انزل الزحمة مكان واحد فكنا نتوهق يعني. حتى هني من نوصل شوفوا 70,000 بيفتح لنا كل الاراضي ترى زين
هذا المود اللي هو all everything، لأنها في العادة ما يفتحون. فالحين من يفتح لنا الأراضي نبدأ نشتري الأراضي، بنبدأ نحطي أماكن صناعية في الوسط مدن، بعدين بنعزز العاصمة. العاصمة لازم تكون أقوى في كل شيء يعني، كشكل كهذا كشغلات، هاي بنفتحها بنسويها على الكورنيش، بنسوي له أماكن. أنا بالنسبة لي نوعا ما راضي عن العاصمة. العاصمة المفروض تكون مدينة، مدينة معقدة نفس هاي وايد حلو إنها تكون عاصمة بصراحة يعني. أتكلم بشكل شخصي، شوفوا هني نفق هاي شارع من فوق، في نفق ثاني، في قطار جاي من تحت. القطار ما عليه أي حد يروح يرد، لكن ما عليه أنا راضي مو مشكلة، بس كان شغال، كان في ناس تروح. أوكي كونغراتوليشن. هذا شو؟ وود برودكشن، ما أعرف شو الخشب وغيره. هذا بعدين نحن بنبدأ بنسويهم كلهم يعني، خشب وغيره وربع وهاي الأمور. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، وتوقعوا بكرة يمكن يكون سيتي سكاي، على الأغلب يكون سيتي سكاي لاين. وهذا شو عنده مشكلة؟ تو فيو سيرفيسز. اوكي انت تقول تو فيو سيرفيسز، بس شو تبغى سيرفيس؟ انا احب لهم حدائق عطار قبل نسكر الحلقه. واي اعطي لهم خدمات شويه، مش نفس الشيء هذا كله. الحديقه عند البار وربع زين، وبنحط لنا طبعا اكيد ملاعب، شغل المفضله مالي ملاعب، ملعبين كرة سلة، ملعبين كرة تنس، والملاعب فول. المفروض كانوا مستانسين الحين. بعد تقول لي ما في سيرفسات عندك نذل، يقولوا ما في على طول، ما في بهدمك والله. انا اهدد ترى، ما اهدد. والله جتني فكرة ان هني يكون حديقة حيوانات، والله تبون صدق، وان الناس تطير لين هني ونسوي وصلات مباشرة من كل مكان لحديقة الحيوانات. أنا مجموعة حدائق ولا مدينة الحدائق ولا مدينة سياحية كاملة هني، مربوطة بمترو دايركت من كل مكان، قطار يمر في الوسط، والصناعات تني تدور حولها مع المدن مالها. هني على الأغلب لو تشوفون هني بيكون عندنا صناعة بترول، بستخرج البترول والغابات اللي هني كامل. وهني على الأغلب راح يكون شو؟ أنا طلع برا في الخريطة. هني على الأغلب راح يكون هذا كله مدن هني في النهاية، لأن هني عندنا الحين بنحتاج صناعة صح؟ بوصل بينها وبين المدن، وهنا بنستخرج الموارد على الطول. بيكون عندنا مجموعة مدن على الأنهار هنا بالطريقة هاي، والهايوي هذا راح يتشعب من للكل. الحين خاصة الهايوي هاي راح توصل هنا. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، شكرا على متابعة الحلقة، أتمنى لكم وقت سعيد، وأتمنى أن عجبتكم الحلقة. لا تنسون تدقون لايك إذا عجبكم الفيديو، وتدقون ديسلايك إذا ما عجبكم. خلوا كومنتكم تحت شو رأيكم في الأمور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.